افتتحت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة بحضور سعادة الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أولى ورش العمل التشاورية ضمن خطة إعداد مملكة البحرين لاستعراضها الوطني الطوعي الثاني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيتم تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في مدينة نيويورك بشهر يوليو من هذا العام بعنوان تسريع وتيرة التعافي من جائحة فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتأتي الورشة التشاورية الأولى لمناقشة أهداف التنمية المستدامة والتي استهدفت القطاع الحكومي بمشاركة 30 جهة حكومية ضمن سلسلة ورش تشاورية ستعقد خلال الأسابيع القادمة مع ممثلين من المجتمع المدني والسلطة التشريعية والأكاديميين والقطاع الخاص والجهات الداعمة لملف المرأة بالإضافة إلى الشباب وفقا للمنهجيات الدولية لإعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية. ويشكل الاستعراض الوطني الطوعي الثاني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة فرصة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أجندة 2030 منذ إعداد المملكة لاستعراضها الوطني الطوعي الأول في عام 2018. اليوم طبعا احنا متواجدين في اول ورشه عمل من ورش العمل التشاوريه واللي هي جزء من الخطه اعداد التقرير الطوعي الثاني لمملكه البحرين لاهداف التنميه المستدامه واللي ان شاء الله راح يتم عرضه في شهر يوليو في منتدى سياسي رفيع المستوى. وكنا حريصين انه يكون اعداد التقرير من خلال هاي العمليه التشاوريه الواسعه اللي فيها ممثلين من كل الجهات ذات العلاقه، فعندنا ورشه العمل للممثلين الجهات الحكوميه اللي احنا ان شاء الله اليوم راح نبتدي فيهم، وعندنا مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص. الهدف اليوم ان احنا نبدا سلسله مشاورات او جلسات تشاوريه مع كافه اطراف المجتمع البحريني سواء القطاع الخاص او القطاع العام او المجتمع المدني لتقديم الدعم الفني من قبل الامم المتحده وفريقها القطري بكافه الوكالات والمنظمات المتخصصه للمراجعة الطوعية اللي بتقوم فيها البحرين هذا العام. يتمحور هذا التقرير على تشاورات بين صناع القرار وكافة أصحاب المصلحة في مملكة البحرين، وبالتالي نقوم في هذه السلسلة من ورش العمل بجمع أصحاب المصلحة من القطاعات المختلفة وتصنيفهم ضمن جلسات متخصصة والتشاور معهم والتحاور معهم حول طبيعة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال آخر 5 سنوات، إضافة إلى التحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة.